صباح الخير. احنا اليوم كتير مبسوطين باعلان الايفون 7 7 بلس بوصوله لمعارض سبيتاني وسبيتاني اي ستور وسبيتاني هوم. اليوم راح نعمل انبوكسينج لتليفون الايفون 7 128 جيجا بايت جيت بلاك. التليفون بيجي مزود بالبوكلت تبعته مع الستيكرز، بيجي مزود برضو مع الإبرة اللي هي فيها خاصية انك انت تقدر تقيم الشريحة من الجنب. هذا هو الايفون 7 باللون الجيت بلاك. ايفون 7 بيجي معه الشاحن الاصلي، بيجي معه السماعات، وبيجي معه الكيبل الاصلي للشحن. هلا بندويه. الهيكل مصنوع من سبائك الالمنيوم السيريز 7000، وهي نفس الدرجه المستخدمه في صناعه المركبات الفضائيه، اي يعني الهيكل متين وخفيف بنفس الوقت. تصميم جديد تماما، حيث هنا اول جهاز ايفون مقاوم للماء، مزود بحمايه ضد انسكاب الماء او الغبار. ما بدل انه احنا ننزل تحت الماء 10 متر ويضلوا شغال، مع انه في تجارب عملوها، ولكن لو اجى عليه رذاذ ماء او الغبره هو ضد الماء والغبره، ما بتاثر من هذا الشيء. زر الشاشه الرئيسيه التغى زر الكبس، ولكن اليوم صار الزر الهوم هو زر عباره عن زر صلب متطور تم تصميمه على نحو يمنحه المتانه وسرعه الاستجابه والحساسيه للضغط. يعني بس بمجرد احط اصبعي على زر الهوم بحس في رجه بسيطه، وبقدر اتحكم في درجات الرجه هاي عشان اعرف انه التليفون عم بيتجاوب معي في كبسه الهوم باتن. كاميرا الايفون 7 تختلف عن كاميرا الايفون 7 بلس، انه كاميرا الايفون 7 مزود بكاميرا واحده، بينما 7 بلس مزود في كاميرتين. التنتين بيحتملوا نفس الميزه، انه فتحه العدسه اللي موجوده جوا هي فتحه 1.8 اكبر من الفتحه اللي كانت قبل بالايفون 6S، اللي هي بتمنحك تدخل لك ضوء اكثر من خلال العدسه. ادخال ضوء اكثر من خلال العدسه يعني تعطيك صور اوضح وافضل، بالذات في التصوير الليلي. الكاميرا المزدوجه تبعت الايفون 7 بلس هي كاميرا 12 ميجا بكسل، بتوفر فيها نظام ثنائي للكاميرا، اي فيك تاخذ صوره تعطيك فوكس على اوبجكت معين وبتعمل بلير او غباش على الاوبجكت الثاني، هيك بعطي ميزه في الصوره وبعطيك ميزه بالايفكت. هذا هو بتميز ال 7 بلس عن ال 7 بازدواجيه الكاميرا. الكاميرا الاماميه لل 7 وال 7 بلس تيجي بعالية الدقة يعني HD، وهي بتمنحك انك انت تعمل فيس تايم او لايف شات عن طريق الكاميرا الامامية بدقة ال HD، ومزود ب 7 ميجا بكسل هذه العدسة. الشاشة زي ما انتم شايفين الشاشة ريتنا HD، ومعروفة انه هذه الشاشة عالية الوضوح، وهي بنسبة وضوح 25% اكثر من الايفون 6S. الصوت في الايفون 7 7 بلس صوت مجسم، اي يعني مزود في سماعتين ستيريو، يعني باثناء انك انت تشاهد اي فيديو او مقطع فيديو او موسيقتك المفضله على الايفون بدون ما تستعمل الاوديو تقدر تسمعه عن طريق السماعات الستيريو بالايفون 7، بعطيك صوت احلى واضخم بكثير من الايفون 6S اللي كان قبل. زي ما انتم منتبهين بطل في شيء اسمه فتحة للأوديو. الآيفون 6S والآيفونات القبل كان مزود بفتحة أوديو، التغت هذه الفتحة، صار بس مزود بفتحة اللايتنينج اللي هو قابل للشحن، ولكن اليوم أنتج سماعات اللي بتقدر تسمع عن طريق نفس الفتحة تبعت الآيفون 7 اللي هي اللايتنينج كونكتر. جهاز الآيفون 7 متوفر في معرض سبيتاني آي ستور في رام الله الشارع الرئيسي. ندعو كل زبائننا ليزوروا هذا المعرض ويشوفوا التليفون لايف بين ايديهم، يجربوا ادائه، كفاءاته، تطبيقاته، كاميرته. جدير من الذكر انه معارض سبيتاني هوم وسبيتاني اي ستور وكلاء معتمدين رسميين من شركه ابل، منوفر الضمان الاصلي تبع ابل لكل اجهزه الايفون الموجوده في معارض سبيتاني.